الوطني الانتقالي يدير رئيس المجلس الوطني الانتقالي الدكتور هارون كبدي جلسة لمناقشة ثلاثة مشاريع مقدمة من قبل لجنة التخطيط والاقتصاد والميزانية والمحاسبة. وكان من بين هذه المشاريع المشروع الذي يخول رئيس الجمهورية بالتصديق على اتفاقية تتعلق بتمويل شراء شات لأسهم من رأس مال وكالة التأمين التجاري في أفريقيا. رغم الصعوبات للحصول على التمويلات المبتكره وتطوير الاستثمارات الاجنبيه المباشره لتنميه البلاد وطالبت الحكومه البنك الاوروبي للاستثمار قرضا 15 مليون يورو مما يسمح لتشاد بدفع حصتها من اسهم وكاله التامين التجاري في افريقيا وبعد الاستماع لوزير الافاق الاقتصاديه والشراكه الدوليه حول المشروع فيما تم عرض المشروع الثاني حول المشروع الذي يقضي بالتصديق على اتفاقية تأسيس التعاون الأفريقي المالي باعتبارها مؤسسة مالية متعددة الجنسيات وهي تعمل على دراسة جدوى ومشاريع الاستثمار وتطوير الشراكة العامة والخاصة وتعبئة الادخار العام والتمويل المباشر وأجاب وزير الأفاق الاقتصادية والشراكة الدولية موسى بدراكي ردا على اسئله مستشاري المجلس الوطني الانتقالي موضحا مزايا انضمام تشاد الى التعاون الافريقي المالي ويعد شريكا مهما لدعم اقتصاد تشاد اما فيما يتعلق بالمشروع الثالث وهو مشروع يقضي بالتصديق على اتفاقيه التعويض يتعلق بمشروع محطة الطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 32 ميجاوات من محطة جرماية إن تمويل هذا المشروع يضم العديد من الشركاء البنك الأفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي ويصل إجمالي المبلغ لتمويل هذا المشروع بنحو 31 مليار فاصل 185 فرنك سيفا إن مشروع محطة الطاقة الشمسية بجرمايا سيسمح بتسهيل الحصول على الكهرباء لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وعقب سماع وزير المحروقات والطاقة جيراسيم ماجيل لأسئلة مستشاري المجلس الوطني حول الصعوبات والتحديات التي تواجه المواطنين. قال إن مشروع محطة الطاقة الشمسية بجرمايا سيسمح بتحسين الحصول على الكهرباء والمساهمة في اقتصاد الدولة. هذا وعقب نهايه الجلسه لاعتماد المشاريع الثلاث تم التصويت على موافقه المشاريع ب 125 صوتا مقابل سته امتناع واربعه صوتوا ضد المشروع. وعقب ذلك تم رفع الجلسه من قبل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الدكتور هارون كابدي ليعلن من خلالها اعتماد المشاريع من قبل مستشاري المجلس الوطني الانتقالي.